السلام عليكم خويا، انا حارس ليلي بكراج الحلال منطقه سيده درب السلطان. البارح مع انت مباراه الرجاء البيضاوي وداد وداك الشيء سالوا ماتشات صافي، واحد نص ساعه مورا الماتش حتى كنتفاجئوا واحد الجمهور كثير شي 100 شخص جايين هازين العصاي الزراوط جناوه صافي كيدوروا كيهرسوا كي داروا بداو يهرسوا في الطوموبيلات كيتقدقوا من حدا السبيطار ديال كراج علال، وتمو دايرين مع زرقة المدرسة الصناعية، وتمو غاديين حتى لحدا السينما شهرزاد وهودوا هرسوا فوق شي 12 طوموبيل أو 16 طوموبيل، كيضربوا كيهرسوا كيشيروا صافي الناس هربوا كلشي هرب، وهذا الشيء والله القسم أخويا أنا ولد درب السلطان والله ما عمرنا شناه وحق الله سبحانه وتعالى، ما عمرنا شناه هذا الشيء، كنا غير كنسمعوا به بأن بنادم كيضرب جناوة كيشي يضرب واحد ولا جوج، أما باش تشوف 100 شخص هازين جناوة والعصي والزراوط وغاديين وكيشهرسوا ديال عباد الله راه حشومه وحق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الامن راه كاين بس زعما يحارب الجهات اخرين، ولكن اخويا راه الله يصوب راه الشعب اللي خصو الله يهديه، شحال قدو راه كل بوليسي غدير وراه كل واحد الشعب غدير وراه بوليسي راه ما يمكنش.